نحن طبعا اليوم احتفالا بثامن مسدار اللي هو يوم المرأة العالمي ولتكريم نساء فلسطين الصامدات في هذا الواقع الفلسطيني المريض. واليوم المركز الديمقراطي يقوم بفعالية لتسييس ودور المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني تحديدا في غزة ولإيصال صوتها إلى كل العالم على أن المرأة الفلسطينية رغم كل التحديات والمعيقات التي تواجهها سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو الانقسام السياسي أو الفكر والمجتمع الذكوري الذي حاصر النساء في كافة الأسر منها إلا أن المرأة الفلسطينية من خلال المركز الديمقراطي تؤكد على وجودها وأنها قادرة على صنع التغيير والمشاركة في صنع القرار رغم كل الظروف المحيطة بها.